السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل مع بعض دروس الداتابيز واستكمالا لشابتر 6 والريليشنال الجبرا. هنتكلم في الدرس ده على حاجة اسمها الكارتيزيان برودكت. ايه هي الكارتيزيان برودكت او ساعات بنسميها الكروس اوبريشنز او البرودكت اوبريشنز؟ ايه هي الكارتيزيان برودكت؟ هنا بيقول لك او بيشرح لك this operation is used to combine لجمع او ربط tuples from two relation. يعني هنا نفهم من هنا ان هي binary وليس تستخدم single relation، لا تستخدم two relation جدولين، فبعمل ما بينهم combine، بجمع ما بين two tables دول. وليكن مثلا انا عندي relation فيها كذا tuples او sorry كذا attributes وrelation تانية برضو فيها كذا attributes، فبعمل ما بينهم عملية الكارتيزيان product. وده الاكس دي علامة الكارتيزيان برودكت، يعني اجمع لي ده على ده. اهو بيقول لك هينتج عنها ريليشن جديدة اسمها الكيو، اللي هي ناتج جمع ال N زائد ال M اللي هو دوت زائد دوت. خلاص ده المقصود بيه. بيقول لك the resulting relation state has one tuple for each combination of tuples. One more R and one from S. طيب تعالوا نشوف الكلام ده عامل كده عشان نفهم اكتر. هنا طيب بص يا شباب، هديها لكم بطريقة بسيطة خالص. لو أنا جيت نشغل بس عشان الناس تشوف. بص يا جماعة، لو أنا جيت عملت relation ما بين two أو عملت cartesian product دي relation نسميها وليكن R1، موجود فيها وليكن ال SSN والنيم، ودي R2 كفاية فيها 2 كولومز بس عشان ما ناخدش وقت. هنقول مثلا R2 اللي هي مثلا الأقسام اللي شغال فيها الموظف، دي نمبر ودي نيم. لو أنا جيت عملت كارتيزيان برودكت ما بين R1 و R2، بس طبعا تعالوا نملى بعض البيانات، واحد اتنين كفاية، محمد وأحمد خلاص. وهنا دي نمبر واحد اتنين، ده مثلا accounting الحسابات account ماشي، ومثلا HR. طب لو انا عملت cartesian product هينتج عنها relation جديدة وليكن اسمها R3، هتطلع بالمنظر ده. بصوا بقى ركزوا معايا، هنا ال SSN وهنا النيم خلاص والدي نمبر والدي نيم. بص كده، انا عندي هنا واحد الموظف اللي رقم واحد اللي اسمه محمد خلاص، هعمل له كارتيزيان برودكت مع القسم واحد والاكونت كذا خلاص. بعد كده برضو واحد محمد هيتكرر تاني مع القسم التاني كذلك. اتنين خلاص اللي اسمه احمد هيشتغل في القسم الاولاني في الاكاونت. اتنين تاني هيتكرر مع القسم التاني. طب واحد يقول لي ايه اللي انت عملته ده؟ ما انت كده بهدلت الدنيا. هي اي نعم اللي حصل ده ما ينفعش، بس هي دي كارتيزيان برودكت، هي دي وظيفتها. طب واحد يقول لي ايه لازمتها؟ طبعا في الحالة دي استخدامها ضئيل جدا، طبعا ما حدش بيستخدمها بالمنظر دوت، لازم يتبعها اوبريشن اخرى، لازم يتبعها عملية اخرى عشان يبقى لها meaningful. يعني ايه meaningful؟ معنى خلاص، يبقى لها معنى في الاستخدام. طب تعالوا نشوف مثال كده مدهولي هنا في الكتاب عشان يوضح ايه استخدامها بالظبط. طبعا احنا فهمنا معناها ايه كارتيزيان، ان انا بجمع ده مع ده. طيب تعالوا بقى نشوف مثال كده مديهولي في الكتاب هنا. بص يا شباب، هنا بيقول لك اهو can become meaningful، ممكن يصبح لها معنى when followed by other operation، لما يتبعها operation. طب بصوا في المثال دوت، فين المثال؟ هنا اهو مثال
له معنى يعني، هنا مقصود بيها كده. هنا بيقول لك ناتج العملية اللي معمولة هنا دي، بيقول لك will now contain the name of female، هو عايز أسماء الموظفين الستات اللي عندهم dependents. dependents اللي هو أبناء يعني، خلاص، أو قرايب أو كده. يبقى عايز أسماء الستات الموظفة في الشركة، خلاص، البنات الموظفين في الشركة اللي عندهم أبناء. فبص، أول حاجة راح أعمل select للريليشن بتاعت الامبلوي في حالة إن السكس فيميل، فهيطلع لي المنظر اللي قصادي دوت، أو الريليشن دي اللي هي دي يا جماعة. فراح جاب كل الحقول أو كل الاتريبيوت بتاعتي اللي موجودة في الامبلوي، خلاص، و حط الشرط اللي هو يبقوا فيميل فقط، فطلع لي ثلاثة، عندي ثلاث موظفين بس هم الفيميل، خلاص، وراح مسميها ايه؟ فيميل امبس، اللي هي فيميل امبلوي. نرجع تاني بقى للسلايد التاني، يبقى دي أول حاجة عملها أهو. بعد ما عمل كده راح عمل إسقاط بروجكت يعني لثلاث أعمدة بس، أنا مش عايز ده كل اللي كان موجود ده، أنا مش عايز كل الهيصة دي، لا، أنا عايز بس الثلاثة دول، الإف نيم واللاست نيم والإس إس إن بس. فراح جابهم أهو، الإف نيم أهو واللاست نيم والاس اس ان. جميل جدا. طيب عمل ايه تاني بعد ما عمل البروجكت؟ راح هنا عمل كارتيزيان برودكت للعلاقه اللي او الريليشن السابقه اللي هي طلعت من هنا، مسميها امب نيمز اهو، عملها كارتيزيان برودكت مع الديبندنت. ازاي؟ اهو عمل دولي، نزلوا هم الثلاثه اهو، نزلوا هنا مع الديبندنت اللي هو جدول الابناء اهو، البدايه من هنا. فخد بالك جدول الأبناء هنا أهو، عندي أليس اتكررت مع جدول الأبناء هنا، مثلا عندي 1 2 3 4 5 6 7، أفهم من كده إن أنا عندي كام طبل في جدول الأبناء؟ 7، لأن أليس هنا اتكررت مع كل واحد. طبعا أنا مش عايز الكلام ده، الكلام ده غير منطقي، تمام، بس هنحلها دلوقتي، هنحل المشكلة دي. وبرده كذلك جينيفر اتكررت 7 مرات، هتلاقيها 1 2 3 4 5 6 7. برضو كذلك جويس اتكرر 7 مرات مع كل الأبناء. طب أنا مش عايز كده، عمل إيه هو بعد كده؟ فراح حاطط لي شرط، في حالة إن الـ SSN بتاع الفيميل اللي عندي يساوي الـ ESSN، فكده هيروح يجيب أي فيميل عنده social security number متطابق مع ابنه، فهيروح يجيب اللي هو الفيميل اللي عندها أبناء بس. فهو بصوا كده معايا، جميل جدا هنا بقى، فعمل ريليشن جديد أهو، هنلاقي عندي جينيفر الوحيدة اللي عندها ابن، فاخد بالك 9 8 7 اهو بيساوي، تعالوا بص هنا نقارن، ادي 9 8 7 خلاص موجودة هنا اهي. طيب في عندي تاني 4 5 3، لو جينا دورنا مش هنلاقي اي اي اس اس ان، اي ابن عنده السوشيال سكيورتي نمبر دوت، تمام. فهنا طلع لي فعلا الفيميل اللي عندها ابن، طبعا عندها ابن هنا خلاص اسمه ابنر، ماشي، يبقى جينيفر عندها الابن دوت، ماشي. بعد كده عمل بروجكت، انا مش عايز ده كله، انا عايز بس الاف نيم واللاست نيم والديبندنت نيم بتاعه، يبقى جينيفر عندها ابنر، ده ابنها. يبقى هي دي وظيفه الكارتيزيان برودكت، عشان يبقى لها معنى لازم يتبعها اوبريشن او شرط، عشان خاطر ما تبقاش العمليه زي ما انتوا شايفينها كده كلها داخله في بعضها، اليس دي كله اولادها، نفس الولاد دول رايحين لجينيفر ونفس الولاد دول رايحين لجويس، يبقى العمليه تحس ان هي معكوكه. لا طبعا لازم يتبعها اوبريشنز عشان تبقى العمليه واضحه بالنسبه لي كده، ويبقى الكارتيزيان برودكت لها معنى. طبعا هي استخدامها ضئيل جدا، واتمنى يكون الشرح مبسط وصل للكل. اللي عنده اي استفسار يكتب لي تعليق تحت الفيديو وانا هرد عليه باذن الله، واتمنى يكون الشرح بسيط. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة، وانتظروا بقية الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.